حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني. ما أروع هذا الطلب، طلب غريب يطلبه العريس من العروس أو المسيح من الكنيسة، وهي أن تحول عينيها من علي لأنها قد غلبته من محبتها، غلبته من نظرتها. في البداية أحبائي يجب أن نسأل أنفسنا بعض الأسئلة. إلى من تنظر عينيك؟ هل عينيك متجهتان نحو الله؟ هل عينيك مثبتتان نحو الله؟ هل تنظر إلى أحد معه؟ هل تعرف أين تنظر؟ هل تنظر إلى الله بخوف؟ هل إذا نظرت إلى الله لتتعبد له أو لتعرفه أو لتطلب منه طلب أو احتياج، هل تنظر إليه نظرة عابرة كشيء اعتدت عليه؟ أم تنظر إليه وتثبت نظرك؟ هل تعرف أن عينيك تؤثر في الله؟ هل تعرف ما هي حقيقة مشاعر الله عندما تنظر إليه؟ أحبائي يجب أن نعرف بعض الحقائق. أولاً، أن عين الله تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. ثانياً، أن عينيك تؤثر في الله، تجعل قلبه يلتهب. ثالثاً، أنك يجب عندما تنظر إلى الله يجب أن تمتلئ بكل الثقة من كلمات كتابه عندما يقول: نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. تعال إليه ولن تخجل أبدا. أحبائي يجب أن نقول إليه دائما: هوذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، هكذا عيوننا إليك يا الله. وسوف تسمع أذناك همس صوته عندما يقول لك: حولي عني عينيكِ.